الرياضيات للثلاث وحدات الأولى للصف السادس. السؤال: أوجد الناتج 6 و2 وثلثين زائد 4 و3 أخماس. في حالة الجمع نوحد المقامات، نجيب المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و5 وهو 15، يبقى نوحد المقامات على 15. نقول نغير البسط والمقام، 3 ضرب 5 المقام 15، نضرب زيها البسط 2 ضرب 5 10، و5 ضرب 3 15، والبسط 3 ضرب 3 9. بعد توحيد المقامات نجمع البسط مع البسط، 10 زائد 9 19، والمقام 15، نجمع الصحيح 6 زائد 4 يساوي 10. يطلع لنا البسط أكبر من المقام، نقول 19 فيها كم؟ 15، 1 يصير 10 11، وأربعة والباقي 4 على 15. باء 3 و5 أسداس ناقص 1 وثلث، برضه نوحد المقامات، 6 من مضاعفات 3 يبقى نوحد المقامات على 6، العدد الأولاني ينزل 3 و5 على 6، والثلاثة نضربها باثنين عشان يصير مقام 6، يبقى نضرب البسط مثله 1 ضرب 2 2، نبدأ نطرح البسط ناقص البسط، 5 ناقص 2 3، والمقام ينزل 6 3 ناقص 2 1. بعد كده نضعها في أبسط صورة، 3 أسداس يعني بتساوي نص، يبقى الإجابة 2.5. السؤال اللي بعده: أوجد الناتج 2 1/10 تقسيم 51. في حالة القسمة نحول العدد الكسري إلى كسر مركب، نقول 2 ضرب 10 20 زائد 1 فوق يبقى 21/10. تقسيم 1 ضرب 5 5 زائد 2 يبقى 7/5. نحول عملية القسمة إلى ضرب، الأولاني ينزل كما هو المقسوم 21/10، ضرب نقلب الثاني هو المعكوس الضربي يبقى 5/7، ثم نختصر 7 مقام تختصر مع 21 بسط على 7 تقسيم 7، نقول 1 21 تقسيم 7 3، ونختصر 5 مع 10، 5 فيها 1 10 تقسيم 5 2، نضرب البسط في البسط، الناتج 3 ضرب 1 3 على المقام 2 ضرب 1 2، البسط أكبر من المقام نحوله إلى عدد كسري، نقول 3 تقسيم 2 فيها 1 والباقي 1/2. د 9 زائد 3 ضرب 1/3، ده نحلها ذهنيا، نختصر 3 على 1 ضرب 1/3، نختصر فيها الإجابة 1، يبقى الإجابة 9 زائد الناتج بتاع القوس 1 يساوي 10. السؤال بعد: إذا كان ثمن قلم القلم الواحد 2.25 دينار، فما ثمن 16 قلم من النوع نفسه؟ الثمن هي عملية ضرب، نقول 2.25 ضرب 16، يبقى هنقول هنا 2.25 نحولها إلى صورة كسر، 2 ضرب 4 8 زائد 1 9 و4، وال16 نقول 16/1، نختصر الأربع مقام تحت مع 16 فوق فيها الأربعة، يبقى صار المقام 1، نضرب الناتجين 9 ضرب 4 36 دينار. ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة، وظل الباء إذا كانت خاطئة. 10 ناقص 5 ضرب 1/5 يساوي 9، طبعا اختصر القوس، 5 مع 5 فيها 1، يبقى 10 ناقص 1 9، الإجابة صحيحة. اختار الإجابة الصحيحة، النظير الضربي ل3.25 هو، طبعا الإجابة هنقول 3 ضرب 4 12 1 13/4، ونقلبها يبقى 4/13، يبقى الإجابة باء. السؤال اللي بعده: أوجد محيط الشكل، ده مستطيل طوله 9 وعرضه 5، يبقى محيط الشكل مجموع أطوال أضلاعه، هنقول 9 يساوي المحيط يساوي 9 زائد 5 زائد 9 زائد 5 يساوي 28 سنتيمتر. السؤال بعده: أوجد مساحة الشكل، متوازي أضلاع، عندنا هذه القاعدة 5.4 والارتفاع 3 سنتي، المساحة مساحة متوازي أضلاع بتساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع، يعني يساوي 5.4 ضرب 3 يساوي 16.2 سنتيمتر مربع. أوجد مساحة الشكل، عندي مثلث قائم الزاوية
طول ضلع 10 والثاني 12. طبعا المثلث نقول مساحة المثلث بتساوي نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، يعني هيساوي نص ضرب القاعدة 12 ضرب الارتفاع 10. نختصر 2 نص 12 6، يبقى 6 ضرب 10 يساوي 6.